أعزائي المشاهدين برحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج التلمذة المسيحية. تتبعنا أحبائي في الحلقات الماضية أمور كثيرة عن حياتي بعد إيماني بالرب يسوع، ماذا حدث معي؟ كيف انتقلت من الموت إلى الحياة؟ وكيف أني صرت فرداً في عائلة الله، الله أبي، المسيح يسوع ربي، المؤمنين إخوتي وأخواتي. واكتشفت اني صرت عضوا في جسد المسيح الروحي الذي هو الكنيسه. وايضا تعلمنا احبائي اهميه الصلاه وقراءه الكتاب المقدس بتأنن وبتأمل على صعيد يومي بترتيب وبانتظام. طالبين ان الرب يتكلم الينا يطعمنا فهذا طعامنا الروحي احبائي ولا نستطيع ان نتتلمذ وان ننمو في علاقتنا مع الرب يسوع المسيح بدون الكلمه. يقول الرسول بطرس: وكاطفال مولودين الان اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به فلكي تنمو في حياتك الروحيه ولكي تكون تلميذا ناجحا ومفيدا للرب يسوع علينا بالكتاب المقدس يا احبائي ليس فقط نقراه لكن نفهمه ونطبقه في حياتنا وهذا سيكون مغبوطا في عمله لكن ايضا احبائي تتبعنا الشهاده للمسيح والمعموديه اهميه المعموديه في الايمان المسيحي وبعد ذلك احبائي تتبعنا الاعداء اعرف عدوك وراينا انه هناك عدو قابع فينا هو الخطيه الساكنه فينا القلب الخداع الشيطان وايضا العالم هذا النظام الشرير قال المسيح صلى للاب ولست اسال ان تاخذهم من هذا العالم لكن ان تحفظهم من الشرير أشكر الرب احبائي كنا من هذا العالم لكن المسيح خلصنا وابقانا في هذا العالم لكي نكون بركه للناس في هذا العالم. تتبعنا احبائي موقف التلميذ المسيحي من 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 العمل، العمل بركه وليس لعنه، لكن اليوم نناقش موضوع مهم جدا يا احبائي الا وهو التلميذ والوطن. التلميذ المسيحي والوطن، ما هو موقفي كمسيحي؟ كواحد من اتباع المسيح، يا ترى ما هو موقفي ازاء الوطن الذي نشات فيه والذي انا جزء منه والذي سمح لي الله ان اكون مولودا فيه واعيش فيه. اولا احبائي اريد ان اؤكد هذه الفكره، نعم كمسيحيين نحن لسنا من هنا. نحن وطننا ليست الارض، وطننا السماء. نحن نمر هنا مرور الكرام ليس لنا مدينه هنا ليس لنا هنا مدينه باقيه لكننا ننتظر العطيده ان سيرتنا وجنسيتنا هي في السماء في السماوات التي منها ننتظر مخلصا الرب يسوع المسيح اذا يا احبائي لقد انتزعت جنسيتنا من الارض وصارت جنسيتنا سماوية وعما قريب جدا سوف ندخل مجد الله الأبدي سوف نذهب لنا إلى السماء لنكون مع الرب يسوع ونكون معه في كل حين لذلك نعزي بعضنا بعضا بهذا الكلام لكننا على أرض الواقع نحن ما نزال هنا أنا يعني صحيح ولدت في السعودية آه وطني لبنان والآن الرب سمح لي آخر 27 سنة من حياتي أن أكون في بلد خارج وطني فأشكر الله لأجل هذا الوطن الذي أعيش فيه فكل واحد منا أحبائي يسمح له الرب أن يكون في وطن معين يعيش فيه لانه للاسف في هناك مفهوم يعني وهذا بعيد عن الكتاب المقدس خلاص انا سماوي انا يعني آآ آآ ذاهب للسماء فانا لا لا يوجد عندي اي واجبات تجاه الوطن اللي انا عايش فيه فنعيش بعدم بي بعدم اكتراث وبعدم مبالاه كلا احبائي المسيحي الحقيقي التلميذ المسيحي لازم يكون مواطن صالح المسيح الحقيقي عليه ان يكون مواطنا صالحا نافعا لبلده، نافعا لوطنه. يحكي لنا التاريخ عن رجل عظيم اسمه جان ويسلي. جان ويسلي كتبت فيه الكتب وقيل عنه انه لولا خدمه جان ويسلي الناريه التبشيريه التعليميه احبائي لكانت بريطانيا كان مصيرها كمسير فرنسا، لكانت انتهت بثوره كما حدث في فرنسا، الثورة الفرنسية التي مزقت البلاد، لكن خدمة رجل أمين للرب كان يحث الناس على أن يقبلوا للمسيح وأن يكونوا أمناء في خدمتهم لبلدهم ولوطنهم، وهكذا يا أحبائي تمم هذا الرجل خدمته، كان أميناً لوطنه لوطنه وأيضاً كان يدعو إخوته المؤمنين المسيحيين أن يكونوا هم أيضا أمناء وبخدمته وكان الرب يخلص النفوس بسبب كرازته وكان أحباء هؤلاء الذين يخلصون يتتلمذون ويطلبون خير خير أمتهم وخير بلادهم إذا أحبائي صلاتي أنه هذا الفكر المغلوط أنه يعني بنعمة الله نتخلص منه بس أخي إسماعيل نحن نعيش في بلاد يعني آه يقمعوننا ونحن نعيش في بلاد أخ إسماعيل يعني يلاحقوننا وينكلون بنا طيب وأين كان الوضع غير هيك نحن نشكر رب إذا كنا نعيش في بلد يعني نشكر الله متاح لنا الحرية في العبادة والحرية في الصلاة والتبشير لا نأخذ هذا الأمر يا أحبائي على سبيل أنه يعني سبيل أنه المفروض يكون هيك هذا أحبائي فرصة غير عادية لكن اللي, اللي تعلمت عليه وتعودت عليه الكنيسة طوال نموها ورحلتها أنه دائما المسيحيين مضطهدين ودائما كانوا في أغلب الأحيان مضطهدين من, من الحكومات وعندما كان يكتب لنا بولس هنقرأ بعد شوي لما كان عم يكتب لنا بولس انه لنخضع للحكومات والسلاطين كان نيرون يعني كان نيرون الامبراطور الاستبدادي هذا الطاغيه كان هو الحاكم اذا يا احبائي دعونا لا نستمير الاعراض الاعذار دعونا احبائي لا نستعير الاعذار لكن دعونا نسمع ما يعلم الرب ونسال ان يعطينا نعمه وان نصلي وشوف الرب ومن يعلم الرب حيستخدمك تكون بركه لبلدك وتكون سبب نجاه لكثيرين يا أحبائي هذا ما تعلمنا إياه كلمة الله أول شيء خلينا نشوف مين اللي رتب موضوع الأوطان والحدود والبلاد مين اللي, مين اللي رتب هالأمر الإنسان والله الله حتطلع الآية عندك عزيزي المشاهد من سفر أعمال الرسل أصحاح 17 بولس في عظته في أريوس باغوس في اليونان وهو يكلم اليونانيين الوثنيين الفلاسفة كان يؤكد لهم يا أحبائي هذا الحق العظيم اسمع ماذا يقول في عدد 26 أعمال 17 26 وصنع الله من دم واحد اللي هو آدم من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم ما أروع هذه الآية اللي فيها تعاليم كثيرة أحبائي الله صنع من دم واحد اللي هو من خلال ادم ومن خلال حواء كل امه من الناس معناته معنى الكلام اذا كلنا باطيافنا وباختلافاتنا وبالواننا وبخلفياتنا كلنا اتينا من دم واحد اتينا من ادم وحواء اذن كلنا اخوه مزبوط ولا لا كلنا إخوة بغض النظر عن افتراقاتنا وفروقاتنا وخلفياتنا واختلافاتنا وخلافاتنا بغض النظر نحن كلنا إخوة جينا من عيلة واحدة بدم واحد مخلوقين من الله إذا كلنا أولاد الله بالخليقة وكلنا من عائلة واحدة إذا كلنا إخوة فلماذا تقتلني؟ لماذا تريد قتلي وأنت أخي؟ لماذا؟ صلاتي أن تستفيق يا من تشاهد هذا البرنامج الآن يلي بعدك معرفة المسيح وبتقول لازم نقتل الكفرة والمسيحيين صلاتي أن تستفيق لأنه كلنا إجينا من عيلة وحدة وكلنا الله خلقنا فبالتالي كلنا إخوة يسكنون على كل وجه الأرض وهذا كانت مشيئة الله أنه يا آدم وحواء يلا أثمرا إملاء الأرض يلا أثمرا وإملاء الأرض وحتم بالاوقات المعينه، في اوقات معينه، في اختلاف بالاوقات والزونز، والوقت هون مختلف عن الوقت في مصر ولا بيروت ولا بالعراق ولا باليونان، في اوقات معينه وفي حقبات زمنيه معينه، اسمع وبحدود مسكنهم. من اللي سمح انك انت تولد بالعراق وانا اولد في لبنان وغيري يولد في السعوديه وغيري يولد في امريكا وغيري يولد في اليابان؟ الله سمح بكل هذا احبائي، سمح بهذه الامور حتم بالاوقات المعينه وبحدود مسكنهم، هذا امر محتوم، امر لابد منه انه الله تحكم به والله وضعه. فاذا يا اخي ويا اختي بيجيني كثير على المسجر اخ اسماعيل طلعنا من البلد، كانه انا فاتح يعني سفاره ولا قنصليه ولا شيء معين، يا اخي انت في بلد معين، ارجوك ارجوك روح للرب وقل له يا رب أعطني أن أكون بركة لهذا البلد أنت خلقتني في هذا البلد وأوجدتني هنا أعطني يا رب أن أكون بركة لهذا البلد ولهذا الوطن إذا كانت مشيئة الله لك أنك تطلع برا البلد أمين هذا موضوع مختلف تماما لكن إذا كانت مشيئة الله لك أن تبقى في البلد فاقبل الأمر لا على مضض لكن بكل فرح وبكل سرور وقرب من الرب أكثر طب ما أنت الرب خلصك طب بده يخلص عائلتك بده يخلص اهلك، بده يخلص جيرانك، بده يخلص اللي من حولك. شايف الفكره وين؟ فعشان هيك صلاتي احبائي صلاتي اننا نقبل مشيئه الله لنا ونشكر الله لاجل اوطاننا وحنحكي اكثر يا احبائي عن هذا الموضوع انه حتى وان وجدنا في بلاد يعني تكره المسيح وترفض المسيح والايمان بالرب يسوع المسيح طب ما الرب بده يوصل للي بهالبلد من خلالك الله يريد ان يصل لهؤلاء المساكين من عامه الشعب والله يمكن من الذين في منصب مين قال ومين قال ومين بيعرف انه يمكن الرب يخلص من خلالك حتى الذين هم في منصب صارت مع بولس صارت زمان حتى اتاخذ بالسجن بولس، ولماذا دخل السجن بولس؟ هل لشر او ذنب اقترفه؟ كلا حاشا، لكن بسبب شهاده المسيح بسبب ايمانه بالمسيح وكرازته بالمسيح وضع وكان اسيرا في سلاسل وكان شاهدا للمسيح في اي مكان، شاهدا للمسيح في السجن، شاهدا للمسيح في بيت قيصر ويكتب ويقول يسلم عليكم القديسون ولا سيما الذين من بيت قيصر يا سلام قدرت يا رب توصل للذين في بيت قيصر من خلال بولس وصل والى اليوم يا احبائي والى اليوم وعلى اعلى المستويات المسيح يدخل القلوب ويغيرها بيقدر بيظهر المسيح الان يظهر يا احبائي يظهر في احلام وفي رؤى للناس المخلصين لكن بده يظهر للناس من خلالك والناس بدهم يشوفوا المسيح من خلالك عشان هيك يا أحبائي دعونا نصلي لأجل أوطاننا نصلي لأجل بلادنا نصلي لأجل مدننا بيقول لهم العهد القديم بيقول لهم لما بتروحوا على مدينة لما تسبوا في مدينة اطلبوا سلامة وخير المدينة التي أنتم فيها هل نصلي لأجل خير البلد اللي نحن فيه ونطلب سلامة الخير وخير البلد اللي نحن فيه ونصلي لأجل أن الرب يتداخل ويزيل العمل الروحي وينير ويشرق في القلوب أستكمل هذا الحديث بعد الفاصل فابقى معي عزيزي المشاهد هذه هي شجرة الآرامية بقنواتها المتعددة ذات اللغات المختلفة شجرة الآرامية تشاهدها الآن عن طريق مواقعنا على الإنترنت abnsad.com أو trinitychannel.com ايضا يمكنك مشاهده قنوات شجره الاراميه عن طريق صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اي بي ان سات. كما ان هذه القنوات متاحه على وسائل البث ذات التقنيات الحديثه والمنتشره في كل مكان. مرة ثانية برحب فيك عزيزي المشاهد في هذه الحلقة من برنامج التلمذة الروحية موضوعي اليوم التلميذ والوطن. شفنا احبائي قبل الفاصل انه الله هو الذي حتم بالاوقات المعينه وبحدود مسكن الناس. فالله هو الذي سمح بهذا الترتيب القائم الان. ليش في هون بلد هون وبلد هون؟ الله سمح فيه والله حتم فيه. ليش انا ولدت هنا وانت ولدت هناك؟ الله سمح بهذا الامر. علينا احبائي ان نقبل ما يقبله الله لنا، ونحن الان صرنا مسيحيين امنا بالرب يسوع ولنا علاقه مع المسيح و ايضا لبينا دعوة المسيح للتلمذة عشان هيك لازم نفهم الامور على حقيقتها لا نخاف لا نخاف من البلد الذي نحن فيه، لا نخاف من الحكام والمسؤولين في البلد حتى وان كانوا يعني يضيقون علينا ويمنعوننا من ان نعبد المسيح بكل حريه او نتكلم عن المسيح بكل حريه هذا احبائي الامر يعني يحثنا على ان نكون على وجوهنا وان نكون حكماء يعني امر انه في اضطهاد وفي ضيق من رؤساء البلد الذي نحن فيه يحثنا احبائي ان نصلي لاجلهم وان نكون على وجوهنا امام الرب لكي الرب يعني مش بس يسترها معنا لكن يستخدمنا في هذه البلد ونكون حكماء في ربح النفوس فيقول الكتاب احبائي انه رابح النفوس حكيم اما رابح النفوس فهو حكيم لكن ماذا لو كان هناك يعني حكومات قاسيه وظالمه ومش بس يعني تمنعنا بالكلام عن المسيح لكن بالفعل قاسيه استبداديه ديكتاتورية ماذا نفعل هل نقوم بالثورات هل ننزل في الشوارع ماذا نفعل لا يا احبائي لا نقاوم الحكومات ولا نثير القلاقل والثورات حتى وان كانت مسالمه ولا ننزل في الشوارع آه وحتى لو كان في عدم العدل حتى في اضطهاد ما في مطرح بالكتاب بيقول لي انه نحن كمسيحيين علينا ان نرتب ثورات وننزل في الشوارع يمكن في مسيره مسيره معينه تكون سلميه ويكون من وراها غرض معين ونظهر محبة المسيح إذا أعطي لنا الفرصة في بلد يكون يعني بلد راقي وبلد آه معقولي لكن ثورة وبنى اسقاط الحكم وهالامور هي كلها هذه ليست لنا احبائي هذه ليست لنا المسيح لم يعلمنا هكذا شوف الايه حتطلع عندك على الشاشه رومي 13 واحد لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقه فاولا الكتاب يامرني كمسيحي ويقول لي لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقه لانه ليس سلطان الا من الله والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله لما كان بولس عم بيكتب كان عم بيكتب وكان نيرون كان من أقسى وأظلم الأم الأباطرة الذين حكموا روما نيرون الذي حرق روما واتهم المسيحيين فيها وكان يبيدهم بالألاف نيرون الذي قطع رأس بولس لاحقا يكتب الرسول بالروح القدس لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة لأنه بيعلمنا تعليم ودرس مهم ليس سلطان الا من الله يعني هتلر لما طلع بالحكم الله سمح فيه واوباما لما كان بالحكم الله سمح فيه وصدام حسين الله سمح فيه ومعمر القذافي الله سمح فيهم مش مشيئته لكن الله سمح بوجودهم لامر معين وهكذا يا احبائي والسلاطين الكائنه هي مرتبه من الله مين اللي بالحكم هلا بالبلد اللي انت فيه عليك كمسيح ان تقبل وجود هذا الحاكم لانه الله الذي وضعه. بتكمل الايه وبتقول حتى ان من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيأخذون لانفسهم دينونه. اذا احبائي نحن لا نقاوم ولا ننزل في الشوارع ونقيم الثورات لكن نخضع. طب اخ اسماعيل ماذا لو كانت قوانين البلاد تامرني ان اهين اسم المسيح؟ او ان اعمل شيئا مخالفا لوصايا المسيح هون بنقول لهم ستوب انهم توقفوا وبنقول اللي قالوه الرسل باعمال سفر الرسل اعمال الرسل الخمسة ونقول ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس جابوهن وقالوا لهم ممنوع تتكلموا باسم المسيح قالوا لهم لحد هون وبس ستوب توقفوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس أخي إسماعيل بس إذا نحن خالفنا أمر الحكومة في هذا الأمر حيحطونا بالسجن يا مرحبا بالسجن أخي إسماعيل بس أنت بعيد ومين قال لك أنه مش لحقنا الاضطهاد وحيوصلنا لهون مين قال لك ومين قال لك أخي أختي رب يعطينا نكون حكماء رب يعطينا أن لا نساوم على حساب الحق ولا نكذب لا نحن ما في عندنا شيء اسمه التقية وما في عندنا شيء اسمه المساومه ابدا يا احبائي ايماننا نجاهر به ولا نستحي ولا نخاف ولا نساوم على حساب الحق ومتى اتى الامر وقالوا لنا انكر المسيح ممنوع تتكلم باسم المسيح اعمل هذا الامر الذي يخالف وصايا المسيح بنقول لهم ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس قد يؤدي هذا الى اضطهاد، قد يؤدي الى ضيق، قد يؤدي الى استشهاد يا مرحبا يا مرحبا كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة لكن يا أحبائي نحن كمسيحيين مدعوون أن نكون مواطنون صالحون في في وطننا هنرى أي كمان مع بعض من بطرس الأولى الإصحاح الثاني يقول الرسول بطرس بالروح القدس يقول عدد 13 فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب أنا لما عم بخضع للترتيب البشري وهنا عم بيحكي هون عن السلطات والملك أنا عم بخضع للرب من أجل الرب لأنه الرب علمني تتذكروا لما الرب يسوع أحضر أمام بيلاطس قال له ألست تعلم أن لي سلطان أن أطلقك وسلطان أن أصلبك؟ قال لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق حتى بيلاطس يلي أمر بصلب المسيح أعطي سلطان من وين؟ من وين؟ من الله مملكتي ليست من هذا العالم الآن مملكتي ليست من هذا العالم وإلا كنت يعني ترى الذين يتبعونني يجاهدون لكي لا أسلم إليك لكن الآن مملكتي ليست من هذا العالم نعم يا أحبائي نحن مملكة المسيح ليست من هذا العالم بس المسيح ملك ملك عنده مملكة نعم المملكة التي للمسيح الآن روحية لها الطابع الروحي يملك الآن في قلوب أتباعه لكن عما قريب جدا ستظهر الحالة أو المظهر الخارجي لهذه المملكة عندما سيأتي المسيح ويؤسس ملكه الألفي على الأرض وحنتكلم عن هذا الموضوع بأكثر تفصيل إن شاء الله لكن إلى ذلك الحين أحبائي شوف الآية فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب إن كان للملك فكمن هو فوق الكل حتطلع الآية مرة تانية عندك إن كان للملك فكمن هو فوق الكل نحن اليوم يمكن ما عندنا ملوك بس عندنا رؤساء وعندنا مسؤولين فكمن آه هو فوق الكل أو للولاة آه كمرس الولاة يعني الوزراء والنواب والمايرز والجوفرنرز ورؤساء البلدية أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعلي الشر وللمدح لفاعلي الخير نحن بنشكر الله لما بيكون في قانون وبيطبق القانون لازم نشكر الله لا لانه في ناس بيعملوا الشر لازم يتخذوا وفي ناس بيعملوا الخير لازم يكافئوا وهكذا لان هكذا هي مشيئه الله ان تفعلوا الخير فتسكت جهالة الأغبياء الناس الأغبياء سؤال بحسب هذه الآية عزيز المشاهد ما هي مشيئة الله؟ مشيئة الله أننا نفعل الخير ما هو فعل الخير هنا؟ فعل الخير أننا نخضع لكل ترتيب بشري وأن لا نقاوم السلطات هذا فعل الخير أنك تخضع للترتيب البشري في الدقائق القليلة الباقية لي أحبائي ما هو واجبي؟ كيف أكون مواطنا صالحا في وطني؟ تكون مواطنا صالحا في وطنك مثل ما كنا عم نسمع نخضع للقوانين يعني لما بيقول لي البس السيت بيلت حزام الامان بالسياره بلبسه لي اوقف على الاشاره بوقف على الاشاره بيقول لي لا اتعدى السرعه ما بتعدى السرعه بيقول لي انه لما بقدم التكسات والضريبه تبعيتي بدفع الضريبه مثل ما لازم واكثر يعني بدفع على اكون امينا في تكساتي في في ضريبتي لا اسرق لا اكذب على الحكومه لا اكذب لكي اخذ يعني تامين صحي او امر معين هذه الامور يا احبائي انا اكون مواطنا صالحا في وطني واخيرا أهم أمر أهم أمر بعد أن نؤدي واجباتنا تجاه أوطاننا أهم أمر يا أحبائي موجود في تيموثاوس الأولى واحد اثنين يقول الرسول لتيموثاوس بالروح القدس فأطلبوا أول كل شيء هذا الأمر بيجي أول شيء قبل ما يحكي له كيف يتصرف في كنيسة الله بيقول له شو لازم يعمل برا الكنيسة بقوله قبل ما تجي وتكون شو لازم تعمل بكنيسة الله بدي أقول لك يا تيموثاوس فأول كل شيء حتطلع الأية عندك فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لمين؟ لأجل جميع الناس أمين يا رب وبيحدد ولأجل الملوك نحن فينا نشيل اليوم نحط الرؤساء وجميع الذين هم في منصب والوزراء والنواب والحكام ورؤساء البلدية والكل لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار بحاجة نعمل هالأمر اليوم ولا لا نحن مقصرين كثير أن نصلي لبلادنا ومقصرين كثير نصلي لأجل رؤسائنا والذين هم في منصب لحتى الرب يعطيهم حكمة ويعطيهم يا رب أن يقودوا البلاد نحو بر الأمان نصلي أن الرب يعني يمسك زمام الأمور لا يتصرف لا بحمق ولا بتهور لا بظلم ولا يعني بفساد كلا لكن يكونوا وقورين لكي نقضي نحن حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى وقار ولحتى بعدين نعمل اللي بدنا اللي بعده لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد ان جميع الناس جميع الناس اللي عم نصلي جميع الناس يخلصون والى معرفه الحق يقبلون لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فديه لاجل الجميع الشهاده في اوقاتها الخاصه يا احبائي نحن نشكر الله لما بيكون في امان وهدوء في البلاد بنعيش حياة تقوى وبنعيش حياة وقار لكن مش لحتى نقعد وما نعمل شيء حتى نكرز باسم المسيح ونشهد أنه في إله واحد ووسيط واحد هو المسيح وبس ما في غيره الخلاص المخلص الوحيد هو المسيح وليس المسيح وشركاه أبدا هو المخلص الوحيد هو الوسيط الوحيد ونشكر الله لما بيكون في هدوء وطمأنينة في البلاد هذا بيعطينا أحباء الوازع أنه شو؟ أن نذهب ونكرز بالمسيح لا نجلس عقيمين لكن نذهب ونخبر بالرب يسوع الخلاص وإذا كانت مشيئة الله أو سمح الله أن البلاد التي نحن فيها كن فيها قلاقل وحروب ومجاعات وأوبئة واضطهاد لأننا مسيحيين كمان نمجد الله من هذا القبيل ودعونا يا حبائي. أنا بعرف أنه هالرسالة أو هالبرنامج حينذاع في أماكن الناس عم بيموتوا لأجل اسم المسيح طب شو بنعمل؟ نصلي ونتذلل ونطلب من الرب ان يعطينا نعمه لاحتمال الالم ولمواجهه التجربه ويعطينا الرب أحبائي ان نكون امناء في شهادتنا للمسيح ومين يعرف ومن يعلم انه يمكن تخلص اشخاص بسبب ايمانك بالمسيح ومن يعلم انك تكون بركه لهؤلاء الارهابيون هؤلاء المتدينون هؤلاء الذين يقتلون باسم الله من يعلم يا احبائي عزيزي المشاهد نهايه اقول المسيح الحقيقي التلميذ الذي للمسيح هو مواطن صالح يحب وطنه يصلي لاجل وطنه ويصلي لاجل خلاص الجميع والى ان القاك في حلقه جديده من برنامج التلمذه المسيحيه الرب معك